على الطريق في ساعة الثانية مستمعينا. وفي هذه المحطة مثل ما أنا قلت لكم قبل الفاصل راح نتعرف على قصة هذه الرحلة الجميلة أو هذا أيضا المسار اللي يقوم به هذا الرحال، وهو رحال مقيم في السلطنة من تقريبا 9 سنوات، يعني نقدر نقول إنه من أهل الدار. يسعدني أن ينضم لي مباشرة عبر الاتصال ضيفي الفاضل جمال بن صالح عتيق، وهو رحالة يمني مقيم في السلطنة. مساك الله بالخير أستاذ جمال. مساك الله بالنور والعافية يا أهلا وسهلا أستاذ جمال، مرحبا بك وجميع المستمعين والمشاهدين الكرام، إياك والله. حياك الله عبر الشبيبة FM. أستاذ جمال كيف أمسيت في هذا اليوم؟ والله الحمد لله اليوم يوم مبارك فضل الله عز وجل، والأمور الحمد لله طيبة فضل الله، كل شيء على ما يرام، نحمد الله على كل حال. الحمد لله. إذا في هذه المساحة أستاذ جمال احنا في صدد الحديث عن الرحلة اللي انت تقوم فيها، وطبعا بما انك انت مباشرة الحين معنا ياريت لو نعرف المستمع ايش بالضبط اللي تسويه، ايش فكرة الرحلة؟ فكرة الرحلة أستاذ جمال جاءت من منبع محبة جلالة السلطان قابوس عليه رحمة الله، وهذه المحبة كما أحببنا حيا نحبه ميتا عليه رحمة الله. فالفكرة كالتالي، أني أمر بالدراجة الهوائية إلى أعظم عمل ديني قام به جلالة السلطان رحمة الله عليه، وهو بناء جوامع تحمل اسم جلالته في جميع المحافظات، محافظة سلطنة عمان، ومن باب إشهارها ومن باب تعريفها للناس سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي أو المستوى العالمي أيضا، لأن مثل هذه الجوامع قد يكون معرفتها لأهل المنطقة أو لأهل السلطنة فقط، ولكن بمثل هذه الرحلة ننشر خبرها وننشر كإعلان لها فكرة جديدة. هذه الفكرة هي عبر دراجة هوائية، وهذه الدراجة الهوائية أيضا تكون كشيء ملفت للنظر، وفي نفس الوقت بعد التعريف بهذه الجوامع الدخول إليها وقراءة القرآن وختم مصحف كامل وإهداء ثواب هذه الختمة لروحه الطاهرة، وكذلك الدعاء والاستغفار له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها ربي الفردوس الأعلى. فهذه هي فكرة الرحلة وفكرة المشروع اللي أنوي القيام به، والحمد لله يعني بدأت فيه، وهذا المشروع كان برعاية كريمة من محل دراجات الخليج بيزكي لراعيه الفاضل محمد الهشامي. ممتاز. طيب إيش معنى اخترت الدراجة ومثل ما احنا نقول باللهجة المحلية السيكل؟ أيوة سؤال مهم. السيكل أستاذ جمانة والحديث الجميع أيضا أنها كتنبيه أهمية الرياضة في حياة الناس، الرياضة مهمة جدا يا أستاذ جمانة. الآن نعرف أنها في المرحلة الأخيرة يعني بعض المشروبات اللي فيها السكر وكذا ارتفع سعرها من باب تنبيه الناس إلى خطورتها وإلى انتشار الأمراض بسبب قلة الرياضة. فأحس أن الرياضة أن الدراجة الهوائية أو السيكل يعني رياضة خفيفة ويقدر يسويها الصغير والكبير، وأنا الحمد لله الآن أبلغ من العمر 48 عام يعني، والحمد لله رب العالمين أستطيع أسوق الدراجة مسافات طويلة مئات الكيلومترات ولله الحمد دون أي عناء دون أي تعب. فهذا من باب تشجيع الناس وتشجيع الآخرين بهذا الأمر. هذا هو السر، يعني سر الدراجة الهوائية. ممتاز. طبعا أنت ذكرت لي تحت الهواء أنك مقيم في البريمي. صحيح؟ أقمت في البريمي نعم. ممتاز. طيب يعني أثناء قيامك بهذه الرحلة هل هي رحلة مستمرة تتنقل فيها من ولاية لولاية أو من محافظة لمحافظة، أو هي تكون على فترات متقطعة وبالتدريج، أو هي رحلة متواصلة؟ هي فكرتها أنها رحلة متواصلة، ولكن تعرف الآن بسبب بعد المسافات وبعد مناطق وأيضا عامل السن كما ذكرت لك أستاذ، أنا سويتها على مراحل. المرحلة الأولى بديت محافظة الظاهرة جامع ولاية عبري وجامع ولاية بنك وولاية ينقل، انتهيت منهم فضل الله عز وجل، وجوامع في محافظة البريمي ولاية البريمي ولاية محبة. فهذه المرحلة الأولى انتهيت منها فضل الله عز وجل، أيضا كان بالدراجة الهوائية، وحكم سكني السابق في البريمي مدة 7 سنوات فكان لي معرفة بالأفاضل يعني اللي في البريمي، الأستاذ الفاضل محمد البادي أبو ضاعن وكذلك العم خليفة بن علي العزاني استقبلوني واستضافني هذه الفترة، وكذلك الفاضل أستاذ عمر الغيثي وكيل مدرسة السلطان قابوس في ولاية البريمي. فالمرحلة القادمة إن شاء الله بيكون إلى نزوة إن شاء الله تعالى. المرحلة القادمة هذا هو. إذن وجهتك القادمة لنزوة متى ناوي تسوي؟ إن شاء الله تعالى على الأسبوع القادم بإذن الله. يعني خلال منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يكمل المسير بإذن الواحد الأحد.
بإذن الله. إذا بما أنك في نزوة، هل هذا الشيء معناته أنك أيضا راح تمر على كل الجوامع اللي موجودة في محافظة الداخلية؟ أنا هذه النية أستاذة جمانة، أني أي جامع يحمل اسم جلالة السلطان قابوس أدخل إليه، أدخل وأصلي فيه إذا كان وقت الفريضة، وإذا كان ما هو وقت الفريضة تحية المسجد أو الضحى أو أي من النوافل، وبعد ذلك قراءة جزء كامل. حاليا خلصت 7 أجزاء لـ7 مساجد مريت عليها، وبعد ذلك الدعاء. وكذلك كما أدعو لجلالة السلطان قابوس عليه رحمة الله الدعاء موصول جلالة السلطان هيثم بن طارق أيضا، أن الله يوفقه ويسدد خطاه ويسر أموره، فهو خير خلف لخير سلف حفظه الله ورعاه وأعطاه الله في عمره وأبقى. هذا أيضا من الأشياء اللي لا أنساها أبدا، والشيء بالشيء يذكر. فهو الذي أوصى به عليه رحمة الله، ونسأل الله يوفقه ويسدد خطاه جلالة السلطان هيثم. ممتاز. طيب هل مثلا في حد أشخاص يساعدوك في هذه الرحلة، أو أنت تقوم فيها بروحك تماما، يعني ما في حد يساعدك في نوع من الوعي الدعم اللي تتلقاه، سواء كان دعم مادي إلى آخره؟ بالنسبة للأولى، الفكرة هي فكرة فضل الله عز وجل من أولها إلى آخرها، والتعاون مع أسرتي الكريمة، أولادي شجعوني وحثوني، وكذلك الجيران، وكذلك بعض الأفاضل. أذكر بالاسم المهندس سالم بن عبد الله الختبي، وكذلك الأستاذ حمود بن عبد الله الختبي، هؤلاء يعني جيراني، وهم الناس اللي دعموني معنويا وايضا ماديا. وكذلك اللي جاب لي الدراجه واهداني اياها بمعداتها كامله، محل دراجات الخليج، يعني هو اللي تكفل جزاه الله خير بهذه الدراجه، لان هذه الدراجه يعني تستخدم للرحلات، ويعني وهي ماركه عالميه، ماركه كروس، حتى ان سعرها مع ملحقاتها يتجاوز 500 ريال. حتى البعض يستغرب يقول يعني سعرها مرتفع نوعا ما، ولكنها لكي تتحمل الطريق وتتحمل المسافات. يعني الآن أنا قطعت تقريبا ما يعادل 600 كيلو متر بالدراجة، غير أيام التدريب السابقة ما يعادل 200 كيلو متر، لأني أيضا قبل ما أبدأ بالرحلة ذهبت من الظاهرة إلى البريمي إلى وادي صعب كتدريب فقط، ذهاب وعودة ما يعادل 350 كيلو متر. فهذا الشيء لابد منه باب الاستعداد لهذه الرحلة. ممتاز. طيب هل في أي نوع من أنواع الدعم اللي تحتاجه خلال الفترة القادمة؟ والله الدعم يا أستاذ جمانة هو الدعم، دعاء الناس، دعائهم لي بأن الله يوفقني ويسر أموري. وأيضا أطلب كذلك أن المسافرين أو اللي يمرون بالسيارات عندما يمرون بجنب أي، سواء أنا أو غيري من أصحاب الدراجات المتدربين أو الرحال أو غيرهم، ينتبهوا لهؤلاء، لأن أحيانا قد يكون الشخص مستعجل بسيارته، أو مثلا مش منتبه، أو مثلا يستخدم الهاتف. هذه مسألة يعني، هذا اللي أنا أطلبه فقط، ولا الحمد لله كل شيء متوفر فضل الله عز وجل في هذه الرحلة، والأمور طيبة. وأنا يعني كل ما أوصل منطقة بأمانة أستاذ جمانة كأني أوصل بين أفراد أسرتي الخاصين. يعني الناس، أنا مرة بيت في منطقة اسمها نصيبيخ، ويقول الأهالي تعال قرب عندنا وبيت عندنا، يعني جزاهم الله خير. ومنطقة في خبيه بنفس الشيء، بيت مرة هناك ومرة في وادي فتح. أنا بيت في أماكن متفرقة، مش لازم أبيت في مثلا فندق وكذا، مرة واحد بيت في فندق في البريمي. فجزاهم الله خير الأهالي، حريصين، تفضل قرب غدا معنا. يعني هذا الشيء يثلج الصدر، تشعر أنك بين أهلك، ويعني وكأنك في وطنك وكأنك في المجتمع. فلا أعتبر عمان هي وطني والبلد اللي أحبه وأعيش فيه. وانت فعلا كذلك استاذ جمال، انت من اهل الدار، وايضا انتهز هذه الفرصه. وبما انه احنا على مشارف نوفمبر المجيد، وصار لك فتره طويله ما شاء الله في السلطنه، كيف تستشعر فرحه نوفمبر؟ والله فرحه نوفمبر طبعا هي فرحه عظيمه بلا شك، وهذه الفرحه يعني كما يقال، كما انه نقصنا او شيء قدره الله عز وجل في موت جلاله السلطان قابوس، ايضا فرحتنا بجلاله السلطان هيثم، فهي فرحة. يعني أول نوفمبر في عهد السلطان جلالة السلطان هيثم المجيد والعظيم والمعظم، في هذا الاحتفال القادم الذي سيكون له رونق آخر وشعور آخر وشعور جديد ومتجدد. فاحتفالات سبحان الله، يعني احتفالات في الصميم، واحتفالات جميلة، واحتفالات أنا وأولادي نعيش في سعادة يعلم الله عز وجل بها، ونشعر بأننا كأننا نعيش في بلدنا الأم في قمة الخير والأمن. والجيران بفضل الله عز وجل أستاذ جمانة، والحديث لجميع المستمعين، أشعر أنني بين أهلي. يعني أنا أسكن في منطقة تسمى الدريز في ولاية عبري في محافظة
الجيران يعني أشعر أنهم أسرتي وأنهم أهلي، حتى أولادي والله يا أستاذة يشعرون أنهم يعيشون في وطنهم وبين أهلهم. شكرا لك، وأنا سعيدة أيضا بهذه المساحة أستاذ جمال، وأتمنى لك التوفيق في هذه الرحلة، وإن شاء الله دائما تكون إقامتك هكذا جميلة في السلطنة وبين أهل السلطنة، وتحياتي أيضا لأسرتك وأفراد عائلتك والداعمين لك والواقفين أكيد معك في كل خطوة أنت تسويها، وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يكون لنا وقفة قادمة بعد ما تنتهي من هذه الرحلة. أيضا أستاذ جمال كلمتك الأخيرة. بإذن الله تعالى، أول شيء أشكركم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم على هذه الاستضافة وفتحتم لي هذا المجال، ونسيت أهم داعم لي هي أمي حفظها الله ورعاها، وأرجو أنكم تدعو لها بالصحة والعافية، فهي دائما عرفت طبعا يعني فرحت جدا حتى بكاء أو الدموع الفرح، يعني تقول يا أبي أنت تسوي عمل عظيم جدا جلالة السلطان قابوس عليه رحمة الله، قلت يا أمي يعني محبتي لهذا الرجل الله يرحمه ويسكنه في السعدينات يعني أقدم على هذا المشروع، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ولا تنسون من دعواتكم، هذه دائما وصيتي في كل يعني الفيديوهات نزلها في الانستغرام أو في غيره وسائل التواصل، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم، ونسأل الله أن يوفق أيضا جلالة السلطان هيثم ويحفظه ويرعاه ولما يحبه ويرضاه وما فيه نفع وخير للجميع إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال بن صالح عتيق، أتمنى لك كل التوفيق ومساء سعيد. شكرا لك. عفوا جدا، بارك الله فيكم.